كلماتك هل تتخيلها أملاك الرحمة ينقلها والصحف اليمنى تحملها أيسرك أنك قائلها. لما نرجع لبعض قصص الناجحين والمؤثرين عبر التاريخ نلقاو كل واحد منهم حدد الهدف تاعه، لكن باش نال المراد تخطى كثير من العقبات والمشاكل. هذه الحياة ليست بالضرورة تكون مريحة وما فيهاش أزمات، فالدنيا ألم يخفيه أمل يحققه العمل. لازم دايما نقاومه نكافحه نطيحه ونوضه ونصبر على طموحاتنا وأحلامنا. والناس بكري قالوا اللي يبغي الحسل يصبر على غريس النحل. هكذا غادي يكون مثلنا نهار اليوم. نروح نشوفوا آراء الناس. يقول لك اللي يبغي الحسن يصبر على غريس النحل، في رأيك تا واش معنى هذا المثل؟ كل واحد يحب يلحق الحاجة ولا بد تكون فيها صعوبات، دونك انت كي تحب تاكل العسل اصبر على قريص تاع النحل. هذه فيها بزاف صوالح، كاين في التجارة في القراية، اللي باغي زعما يوصل يقلا يصبر يقرا يجتهد، وفي الخدمة والتجارة ثاني بنادم يقلا يصبر ماشي يخمم باللي ديريكت غادي يحوس على فايدة وغادي يخرج لها ديريكت، يقلا يصبر وينال عام عامين ثلاث سنين سا ديبون. اللي يبغي المثل يقرا لازم يسهر الليالي. لما واحد يصبر على المشاكل اللي جاته في التالي زعما ينال، واحد يصبر ينال. كلماتك هل تتخيلها أملاك؟ باريكزوم باهو انت دروك كيما نقولوا باريكزوم انت راكد في داركم وراك تحوس تلقى، لا ما كاش منها هذه وما صراش وما تصراش. دونك انت كي يكون عندك درب تمشي فيه، طريق تمشي فيه حاب تلحق الحاجه، ولا بد يكونوا صعوبات ولا بد يكونوا عراقيل، لازم تفوت هذوك العراقيل باش تلحق الحاجه مليحه في لافا. هذه هي اسمها اللي يصبر على صرات لك اش حاجه يصبر، يعني يكون هذه الصبر اللي نعرفها اللي يكون هذا صبر عندي في هذا الموضوع. بنادم يصبر في هذه الدنيا اللي راه باغي حاجه باش يوصل لها، اللي قلاه يصبر في هذه الدنيا سواء في القرايه ولا في الخدمه ولا في اي مجال يصبر، والصبر مفتاح الفرج. وي يقول لك اللي يبغي يركب الخيل يستحمل طيحاته يا خويا، هذه هي. اللي يتمنى حاجه ولا يبغي يوصل ابريكزوم قرايه ولا حاجه ولا يصبر، سي نورمال. هذه كلماتك هل تتخيلها املاك من طلب المعالي سهر الليالي كيما هاك، كيما نقولوا دبر حاجه اللي تلقى فيها لهنا وشغل وتصبر وتصبر، بس شغل كي تصبر تنال، كي تصبر الى باش تلقى بارك الله فيك، كي تصبر تنال وعاد سي بورتا واحد على بها، وكيما نقولوا كي تخدم تلقى. بورده شابه هكا عجباتك حمراء ولا صفراء ولا قلبك ريح لها، غادي تقدمها تقطفها، غادي من تقطفها غادي الشوك تبغي الورده، بصح استحمل الشوك جور كيما هاك. نقولوا بار اكزومبل واحد باغي يولي بروفيسيون زعما في كاش دومين يبغيه، بون خاصه يخدم خاصه يقرا زعما اكثر من الناس الاخرين. هذا راه يقول لك سما صبر، حاجه تبي تديها صبر عليها عام عامين حتى تديها ان شاء الله، ان شاء الله ندور انا باغينا. رانا شفنا وسمعنا اراء الناس في مثلنا اللي يقول اللي يبغي الحسل يصبر على غريس النحل. جميعنا يحب حلاوه العسل، لكن يجب تحمل غرس النحل. هكذا هي طريق النجاح، فلا يمكن ان تكون سهله، ولا يكفي ان نتمنى النجاح باللسان فقط ونتخلاو عن العمل المثابره والاخذ بالاسباب. لازم الكد المثابرة والصبر لتحقيق المراد، فبقدر الكد تكسب المعالي، ومن طلب الأولى سهر الليالي. وهنا كانت آخر محطة لنا في برنامج كلام زمان، نضرب لكم موعد مع مثل جديد في حلقة جديدة. صح فطوركم وصح رمضانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلماتك هل تتخيلها أملاك الرحمة ينقلها والصحف اليمنى تحملها أيسرك أنك قائلها.